طالما يعني الناس لا تستجيب بسهولة مع الأسف. لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالضبط، فاضطررنا النهاردة أن احنا نصاعد الأمر قليلا، خاصة فيما يخص كيفية تطبيق الغرامات التي توقع على المخالفين. الإجراء اللي كان متبع وما زال متبع إن من يضبط مخالف للإجراءات الاحترازية سواء بعدم ارتداء الكمامة أو أي مخالفة أخرى يتم تحرير محضر، هذا المحضر يحال إلى النيابة، تقوم النيابة بعد ذلك بأعمال شؤونها وإحالته إلى المحكمة، تقرر المحكمة أو تصدر حكم على المواطن بمبلغ الغرامة التي تقرره اللي هو أقل من 4000 جنيه لأن 4000 جنيه ده الحد الأقصى. يعني ممكن دلوقتي يبقى في لجنة أو كمين تلاقي ميكروباص وفي حد مش لابس الكمامة فيتعمل له محضر ويدفع الغرامة اللي حضرتك بتقول عليها؟ الإجراء المتبع حاليا أنه بيتعمل له محضر، يعني مش بيدفع بشكل فوري زي ما بقول لحضرتك، بيحال النيابة والنيابة للمحكمة. هذا الأمر يستغرق عدة شهور، استغراق الأمر عدة شهور ولد إحساس لدى المواطنين. بس النهاردة أعتقد أنه كان في ذكر لكلمة الغرامات الفورية. ما أنا بقول لحضرتك يعني عدم الوقت اللي بيستغرقه التطبيق الحالي ولد إحساس لدى المواطنين بأن الغرامة غير مفعلة، علشان كده رئيس الوزراء وجه النهاردة بتشكيل يعني لجنة قانونية تضم ممثلين من الداخلية ووزارة العدل لتعديل هذا الإجراء ووضع نظام قانوني محكم يضمن تطبيق الغرامة الفورية. اللجنة طبعا هتاخد عدة أيام لكي تضع هذا النظام وتعرضه على رئيس الوزراء، لكن بمجرد من رئيس الوزراء وصدور قرار به سيتم توقيع الغرامة بشكل فوري، لن ننتظر حتى محاضر ثم نيابة ثم محكمة. الجهات إنفاذ القانون التي تضبط مواطنا غير ملتزما ستقوم بتوقيع الغرامة الفورية عليه. يعني احنا على بعد أيام من تطبيق هذا المبدأ. نحن على بعد أيام، لأن لا أعتقد أن اللجنة ستأخذ وقت. رئيس الوزراء كان يعني متعجلا اليوم في الحث على هذا الموضوع، لأن تطبيق الغرامة الفورية حتى لو كانت أقل كثيرا عن 4000 جنيه، أي مبلغ سيتم تطبيقه بشكل فوري سيضمن الردع الكافي ويعطي رسالة أن الحكومة جادة في تحصيل كل هذه المبالغ. لو خدت من حد 10 جنيه فورا هتبقى رسالة واصلة للناس كلها، يعني أي مبلغ هيتاخد فوريا هيبقى رسالة واصلة للناس كلها. متفق مع حضرتك تماما، 100 جنيه فوري يعني افضل كثيرا من 4000 جنيه متاخر. طيب ده الاثر اللي احنا بنرجوه ان شاء الله. طيب نفس التشديد ده يا فندم، انا دلوقتي بكلم حضرتك واحنا على بعد ايام، كل سنه وحضرتك جميع، كل سنه وحضرتك وكل اللي بيسمعونا بيتابعونا بخير. حضرتك طيب وبخير. احنا في ناس بتتفق على انها تاجر قاعه صغيره في كوفي شوب في مطعم. احنا عارفين طبعا انه الحفلات ممنوعة بس في حد ادنى، هل في اي تشديد على فكرة تجمعات او احتفالات رأس السنة؟ هو طبعا قدامنا على رأس السنة عدة ايام، وارد يكون في قرارات، مزيد من القرارات للتشديد فيما يخص احتفالات رأس السنة. هو في يعني من حيث المبدأ الدولة قررت ارجاء كافة يعني المظاهر، المهرجانات مثلا أجلناها، فيما يخص مهرجان القاهرة للكتاب مثلا تم تأجيله.